برضو اختيار الدكتور ابراهيم كالعاده انه اختار الموضوع لانج اند كوفيد اللي هو موضوع الساعه. ولما قال لي اختار فاللانج الحقيقه الكوفيد معاه حاجات كتيره، يعني الكوفيد ده بقى مالتي سيستم ديزيز، بياخد كل حاجه زي ما الاستاذه الدكتوره ميسه بتقول، مش بيأفكت بس اللانج، ده الكدني والهارت والانتستين والنيورو، وبياخد كل السيستمز تقريبا، وبيحصل معاه مشاكل تانيه كتيره، بيحصل كواجيولوباسي، بيحصل انفكشن فيرال وبكتيريال وفانجل. فكان الدور بتاعي انا هل الفانجل انفكشن دي موجوده فعلا مع الكوفيد ولا لا؟ ثرو ذيس ايتمز هنحاول نكفر البوينت دي ونجاوب على السؤال. In general, النمونيا ده leading infectious cause of this is the developing countries. والامونج الفاست دايفرستي دي كانوا بيقولوا زمان ان الفانجاي بتاكونت فور ا سمول بورشن. لكن لا، مع الاكسباندنج population of immunocompromised سواء كانت بالتيومرز او بالاميونوسبريسيف دراجز او بالكيموثيرابي او بالجرافت فيرسس هوست، كل الحاجات دي بقت بتدي فرصه للاميون سبريشن اكتر وتخلي الفنجل يبقى موجود اكتر. الفنجاي طبعا عندنا اللي يهمنا احنا في تقسيمتنا اللي هو الانديميك فنجاي اللي هي كان كوز ديزيز في الاميونوكومبتنت اند اميونوكومبرومايزد هوست. والجزء الثاني اللي هو اوبورتيونستيك فانجاي اللي هي مش هتعمل ديزيز فقط، هي بتعيش معانا تعايش سلمي الا في الاميونو كومبرومايزد بيشنت. ويمكن في الكوفيد معظم الفانجس اللي موجود كله تحت طائله الاوبورتيونستيك انفكشن. ده التاكسونومي يفرق مع الجماعه بقى بتوع البوتاني وبتوع الحاجات الثانيه، ان اي فصيلة بيبقى فيها كينجدم وبعدين ديفيجن وكلاس واوردر لغاية الايه السبيشيز في الاخر. برضو دي الموست بوبولار فانجاي. دي بقى اللي تهمنا احنا، انديميك واوبورتيونستيك. الانديميك الهيستو بلازما كابسوليتم، الكوكسيدو مايكوزيس والبلاستو مايكوزيس والباراكوكسيدو والسبورس ريكس والكريبتوكوكس، ودول كلهم انديميك في اريا معينه ويمكن اكتر اماكن في الامريكتين، وفي مصر الحقيقه ما فيش شغل عليها او مش موجوده كتير في مصر. دي بتكوز الانفكشن زي ما قلنا في الهيلثي هوست اند اميونو كومبرومايزد هوست. هما دول بقى الاوبورتيونستيك لانج انفكشن اللي هو الكانديدا والاسبريجيلاس والميكور، وضافوا لهم مجموعه جديده اسمها هيالو هايفو مايكوزيس، ولقوها بتدي هيالاين اللي هي لايتلي كولرد فيلامنتس فانجاي، بيضموها لمجموعه الاوبورتيونستيك لانج انفكشن. الريسك فاكتورز، الفارمرز اللي هم بيشتغلوا وبيتعرضوا للبيرد والبات والرودنت ودروبنج اور اذر انيمال اكسكريتا في الانديميك ارياز، بيجي لهم هيستوبلازموسس كتير، الناس اللي هي بتغرق في الووتر اللي هي الفيكتيمز نير دراوننج في بوليوتد ووتر، بيجي لهم فطر اسمه سيدو سبوريوم. دي اذر بقى ريسك فاكتورز كلنا حافظينها، اللوكيميا، البون مارو، السوليد اورجان، البرولونج كورتيكوستيرويد، الاكواير، وهيشوف في الاخر الليست موجود الكوفيد 19. الدياجنوستس الحقيقه بيبقى ديفيكالت شويه لانه كلينيكالي ما فيش حاجه سبيسيفيك، فيفر وديسنيا وكوف وبودي ايكس، وبعدين حتى يمكن الراديولوجي بيميز شويه بحاجتين مهمين اللي هي هالو ساين وريفرس هالو ساين. الهالو ساين موجوده في الاسبرجيلاس كونسوليديشن وحواليه جراوند جلاس، الريفرس هالو ساين موجوده في الميكور مايكوزيس تبقى جراوند جلاس وحواليها كونسوليديشن. يمكن دي الكاركترستيك راديولوجيك. بندور بقى على الدايركت سبيوتم، بندور على الكالتشر واب تو الهيستوباثولوجي والبروكو الفيلار لافاج علشان احاول اكاتش ديفينيتيف دايجنوستس. من الحاجات المهمه الناس اللي بيحبوا الفنجس وبيشتغلوا عليها الجلاكتو منان والمنان والبيتا جلوكان، دي حاجات موجوده في السيل وول بس الفطر الاسود اللي هو الميكور مايكوزيس السيل وول بتاعه ما فيهوش الحاجات دي. فما فيش حد يجي يشخص الفطر الاسود او ما عندوش فطر لانه ما عندوش بوزيتيف جلاكتو منان، لا، الجلاكتو منان والحاجات دي كلها موجوده في الاسبرجيلاس والاذر فانجاي، لكن في الميكور ما عندوش الحاجات دي. هعتمد على التيشو كلتشر، هعتمد على الدي ان اي، هعتمد على البي سي ار. بي سي ار بيشخص 100% اسبرجيلاس، سنسيتيفيتي اند سبيسيفيستي 100%.
الكومبليكيشن طبعا ديزيز ديسيمينيشن وبلاد فيزل انفيجن، ولا يمكن البلاد فيزل انفيجن اللي هو الانجيو انفيزيف ده بيبقى موجود اكتر في الاسبرجيلاس وفي الميكور مايكوزيس، وبيعمل كواجيوليشن وبيعمل الحاجات اللي بنشوفها واللي هنشوفها حالا دلوقتي. دي تقريبا الكومبليكيشنز الاذر كومبليكيشنز اللي موجوده. التريتمنت يا اما فارماكولوجيك او سيرجيكال، فارماكولوجيك انتي فانجل دراج اند سبورت تريتمنت، والسيرجيكال بالذات في الميكور مايكوزيس ان احنا نعمل ديبرايدمنت وايرلي اس بوسيبل علشان المورتاليتي فيري هاي في الميكور مايكوزيس. الجروبز بتاعت الانتي فانجل هم البولينز، البولينز دول اللي هم الانفوتريسين بي، سواء كان الانفوتريسين بي دي اوكسيكوليت وده القديم وده ما ينفعش لانه بيكاري رينال توكسيستي عاليه جدا، لكن هم عملوا موديفيكيشن وبيدوا دلوقتي الانفوتريسين بي لايبوسوما وده التوكسيستي بتاعته اقل بكتير، بس فيري اكسبنسيف دراج ومحدش هيتحمله، خاصه لما دي مثلا 14 يوم ادي حوالي 5 حقن في اليوم والحقنه ب 1800 جنيه very expensive drug. فاحنا ممكن ندي الانفوتريسين بي دي اوكسيكوليت ونحاول نحافظ على الكدني، وطبعا ما بنحطوش على الصلاين، بنحطه على جلوكوز وبندي قبليه لترين ثلاثة صلاين. المجموعة الثانية اللي هو البايريميدين فلوسيتوزين، المجموعة الثالثة الازولز، ودي المشهورة جدا الاولد ازولز زي الفلوكونازول والإتراكونازول، والنيو ازولز زي الفوريكونازول اللي هو الفيفنت والايزافوكونازول والبوساكونازول، دي كلها نيو ازولز وبتستخدم في الميكور مايكوزيس، وبتستخدم بعد ما العيان بياخد انجكشن جوه بيكمل تابلت ديليد ريليس تابلت بره. اخر مجموعه بقى اللي هي الايكاينوكاندينز، منهم الكابسوفانجين والميكافانجين والانديولا فانجين، الانديولا فانجين اللي هو الايكالتا. دول بس لو تلاحظوا مجموعه قليله، وللاسف حصل ريزيستنس عاليه جدا، فبقى التريتمنت اوف فانجل انفكشن في اي حاجه بالذات في الكوفيد بقى صعب جدا للمالتي دراج ريزيستنس والليمتد سورس. نيجي بقى للحته الجزئيه المهمه جدا اللي هي الكوفيد اسوشيتد، اللي فات ده كان مقدمه على الفانجاي وتقسيمتها ان جنرال والدايجنوزيس وكده. طبعا مور ذان وان هاف اند يير، ده احنا دخلنا يمكن في سنتين، الكورونا فيروس ديزيز هاز بيكام بانديميك اند اوريدي ريزلتد ان مور ذان، يمكن الساعه 9 بالليل امبارح كان 200 مليون 798 299 كونفيرمد كيس ويرلد وايد، انكلودنج اوفر ذان 4 مليون 266 590 اسوشيتد ديزيز. طبعا رقم رهيب، والله اعلم ربنا يستر من القادم، يعني يا رب ما يحصل حاجه. الاولدر ايج والهايبرتنشن والكرونيك اوبستراكتيف فالمونري ديزيز والدايابيتس والكارديو فاسكولار ديزيز ار ذا مين ريسك فاكتورز بريزنتد فور سيفيريتي اند مورتاليتي ان كوفيد. البيشنت وذ سيفير كوفيد انفكشن ريكوايرنج انتنسيف كير علشان الباتل اجينست اذر كو اكزيستنج انفكشن such as other respiratory viruses, البكتيريا والفنجاي. A secondary infection or co-infection in context of COVID are important factor affecting the hospitalization time, illness, severity, and mortality. Relevantly, the incidence of opportunistic fungal infection is dramatically increased in COVID patient. No doubt. لأنه كان في تشكيك، لا ده ما فيش فطر أسود، لا ده في، لا it is present يعني. With predisposing factor. حاجة مهمة جدا، الكوفيد والديابيتس والإلدرلي الثلاثي دول predisposing factor للميكور مايكوزيس. طبعا في حاجات كتيرة جدا ما بنعرفش نشخصها للأسباب الآتية: الـ complicated medical situation, an appropriate collection of clinical specimen, the vast majority misidentified. يعني انا معايا عيان هدور على كوفيد، هدور على كواجيولوباسي، والله هدور على بكتيريا، والله هدور على فنجس، الدنيا بتبقى تايهه، وبالتالي الفنجس مش ايدنتيفايد. شمعنا بقى في الكوفيد بيزيد الفنجل انفكشن للاسباب اللي قدام منا دي.
فيهم سبب او سببين في منتهى الغرابه طبعا. السارس كوفي انديوسد دايابيتس ميليتس اللي هو يمكن القبل الاخير، يعني الناس تقول لك الدكتور اداله كورتيزون جاب له سكر، لا هو جاله سكر عشان الفنجس، عشان الكوفيد. السارس كوفي ليه اذر بورتال اوف انتري تو بيتا سيلز، وبيقتل البيتا سيلز وبيعملها ابوبتوسس، وبيبقى اللي فيه لاك اوف انسولين وبيطلع دايابيتس انسولين ديبندنت دايابيتس. شوف الافكشن بتاع الكوفيد بيوصل لغايه فين. فدي احد الاسباب. الليمفوبينيا سبب وجيه جدا، لان كل المرضى اللي جالهم ميكور عندنا في الزقازيق كانوا كلهم ليمفوبينيا. كتير منا يقول لك ايه، والله العيان ده ممكن يكون عنده، العيانين بقى بتوع الاي سي يو ممكن يكون عنده فانجل انفكشن، ويقول لك انا هديله فيفند احتياطي كده او ايكالتا او اليوز بقى بروفيلاكتيك انتي فانجل، كان احد الاسباب اللي زودت الكوفيد انفكشن او الميكور سبيشالي. طبعا الدايابيتس الاكتيفيشن السيتوكاين ستورم الرهيبه اللي موجوده كلها ميديا حلوه جدا، ان الفانجس كورتيكوستيرويد ده في بعض الابحاث قالوا ان كورتيكوستيرويد فيري سمول دوز ممكن تعمل كوفيد انفكشن. الاميون سبريشن لو العيان بياخد اذر اميون سبريشن. طبعا الديتيلز الكتيره دي همر عليها بسرعه. الدايابيتس من 17 ل 88%. الهند قالوا ان عندنا 50% من اللي جالهم ميكور كانوا دايابيتك. عالميا كانت ما بين 36 ل 40، لكن الهند كانت اعلى ارقام لان الهند كان فيها نسبه ميكور عاليه جدا. الدايابيتك كيتو ازيتوزس والدايابيتس ميديا كويسه جدا للميكور اند اذر اوبورتونستك لانج انفكشن. كورتيكوستيرويد لونج تيرم بيعمل اوبورتونستك الاسبرجيلوزس والميكور. ايفن شورت كورس اوف ستيرويد ممكن تعمل ميكور مايكوزيس سبيشالي ان دايابيتس ميليتس. من 5 ل 14 يوم ممكن ستيرويد سيرابي ممكن العيان يجيله كوفيد، اي ممكن يجيله فانجل انفكشن. يعني كانوا 46% من العيانين اللي عندهم فانجل اسوشيتد كانوا كلهم واخدين كورتيكوستيرويد سيرابي. الايرن بقى كان برضه بيفكرني البروتوكول الاولاني ايرن، ايرن فرافيرو، وما يعرفوش ان الايرن ده ا فيري جود ميديا فور فانجل انفكشن وفيتامينز، وقصه غريبه كده كانت بتتاخد. طبعا ده كان مش مظبوط ابدا، لانه الايرن اوفرلود والكوفيد نفسه في وات سكولد الانفلاميشن اللي فيه اسمه هايبر فيريتينيميك ستيت، فانا عمال ازود كمان ايرن فشور ده هيبقى ميديا للفانجل انفكشن. مئات الابحاث ويمكن كان البحث ده احدهم ان هو سارس كوفي، لو ضربنا كده سارس كوفي انفكشن وبانكرياتيك سيلز هتلاقي طالع لك مئات الابحاث تقول لك ان فعلا السارس كوفي انفكشن اتنيويتس بانكرياتيك انسولين ليفل اند سكريشن اند انديوسز بيتا سيل ابوبتوزس، وده عن طريق البورتال اوف انتري الادنا ار بي 1، ده بورتال اوف انتري زيه زي الاي سي 2 ريسبتور بالظبط، وده تايب 1 دايابيتس كيلينج للبيتا سيلز. ادى اليوز اوف انتي فانجل زي ما اتفقنا. كانت في اناليسيس كده في اوروبا عملوها موجوده، قالوا ان الفانجل انفكشن ان كوفيد بوزيتيف بيشنت بيبقى 72% ديسكرايبد كيس ريبورت، و 27 قعدوا يكتبوا ريفيو عن الموضوع ده، ووجدوا حاجه بقى غريبه ان كل ما التايم بيزيد، يعني عملوا كده زي كيرف، كل ما التايم بيزيد بتاع الكوفيد لقوا ان الابحاث اللي بتشتغل في الاريا بتاعه الفنجس زادت ومعدل الديتكشن زاد. من الفنجس الشهيره جدا اللي في الكوفيد بوست فيشن بالموناري اسبرجيلوزيس نيوموسيستس كوكسيدويدو مايكوزيس كريبتوكوكوزيس والميكور. يمكن احنا في مصر عندنا قدرنا نشخص ميكور سهل جدا، لان الميكور ممكن ياخد الاوربت وياخد الحاجات ديت، فسهل جدا انك انت تدايجنوز وياخد الساينسز. دول اشهر فانجاي شفناهم اسبرجيلوس كريبتوكوكس النيوموسيستس الساكروميسيس. ساكروميسيس ده موجود في احد الاطعمه اللي بياخدوها المرضى في الاي سي يو،
البروبيوتيك، بيدوا بروبيوتيك في ساكروبايسس، عمل انفكشن لتو كوفيد كيسز، بس بالحسن حظهم ان هما الاثنين كيورد. الانتي فانجل سيرابي على فكره في الكوفيد مشكله كبيره جدا، لانه difficult to treat critically a patient with one dangerous infection like COVID for which مفيش drugs. ولما تيجي بقى two potentially deadly infection or even more challenging، طبعا انت بتعالج اثنين مش بتعالج واحد. الكونفكشن caused by fungi، لان الانتي فانجل زي ما قلنا armamentarium قليل قوي، ومعظم الفانجاي للاسف بقت resistant to it. في ريزيستنس زي ما قلنا، البرولونج يوز اوف ترايزولز عمل ريزيستنس كثيره جدا. توسيلوزوماب اللي هو الانترلوكن 6 بلوكر والانترلوكن 1 بلوكر، دول بيعملوا اميونو سبريشن، بيزودوا بيعملوا اميونو ميدولاريتي وبيزودوا اكتر البلمونري اسبرجلوزس. يعني حتى عملوا ترم سموه سي اي بي اي اللي هو كوفيد اسوشيتد بالمونري اسبرجلوزس، بيأفكت اباوت 20-30% من السيفيرلي ال اند ميكانيكالي فنتليتد بيشن. ده الكلام ده كان في فرنسا وبلجيكا، وللاسف لما عملوا دراسات على السنسيتيفيتي لقوا معظم اهو معظم الناس كان عندهم ريزيستنس، 4 دايد، 1 الايف، 2 دايد، وكل ده كان عندهم انتي فانجل ريزيستنس عاليه جدا. بالنسبه للميكوربايكوزس carry high morbidity and mortality. The diagnosis is often delayed and the disease tended to be to progress rapidly. Urgent surgical and medical intervention life saving. Once ان انا suspecting mucormycosis لازم اعمل imaging. اعمل imaging فين؟ للساينس الاول بسرعه strongly recommended علشان اقدر اشوف السيرجيكال اكستنت فين واقدر اشيل لغايه فين. التريتمنت بتاعه طبعا الهاي دوز لايبوسومال او فوتريسين بي، واكمل بعد كده في البيت اسافوكونازول وبوساكونازول. في بعض الدراسات اضطروا يدوا انتي فانجل لمده 84 يوم كديوريشن اوف ثيرابي لغايه ما خلصوا من الفانجل انفكشن. العيانين بتوع الميكوربايكوزس كان بالذات فيهم دايابيتس، كان بعضهم فيه اسوشيتد بالجنسي او بياخد كيمو ثيرابي، واكثر في العيانين اللي عندهم سوليد اورجان اند هيمو بايوتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. ميكورمايكوزس انفكشن كوزد باي فانجس ميكوراليس اللي هو الريزوبس، ثرو ان انهيليشن اوف سبورز. في الاميونو كومبرومايز بيشنت بيعمل اشكال معينه، وفي الاميونو كومبتنت كان بيتجه للسكن اكثر وبيعمل ديسربشن للسكن وابسس وسكن سويلنج ونكروزس والسرز. يعني المنظر ده شفناه عندنا، الصور دي كلها شفناها عندنا كتير جدا في عناية الفطر الاسود اللي كانت موجودة في الجامعة عندنا. مورتاليتي 40-80%. الهايست سرفايفر ريبورتد ان بيشنت ويز اي هيلثي اميون ستيتس اند زوز وزاوت كوموربيديتي. البورست بروجنوزس كان في العينين بتوع الهيماتولوجيكال مالجنسي. ده كان منظر احد الصور له الهالو ساين طبعا وريفرس الهالو ساين، بس بعيش كاركترستيك بتبقى موجوده في بعض حالات التوبركلوزس والساركويدوزس والباراكوكسيدودومايكوزس. ده صوره عيان في دي 1 ودي 8 ودي 15 بتاع مريض بتاع ميكور مايكوزس. لازم اعمل ساينس اندوسكوبي وام ار اي عشان اشوف البرين. الام ار اي فيري سنسيتيف للبرين زان السي تي. اعمل دايركت مايكروسكوبي عشان اشوفه. هو مش بلاك، هو نون بيجمنتد هايفي، لكن هم بيقولوا بلاك علشان بيعمل كواجوليشن وبيعمل جانجرين في الفيس وبيبقى منظره كده. دايما بيتلخبط الميكور مع الاسبرجلوزس، لكن الميكور ليه 90 برانشنج انجل عكس الاسبرجلس، بيبقى دايكوتوماس لي ولي 45 انجل اوف برانشنج لما نحطه تحت الدايركت مايكروسكوبي. هو بس في دقيقه واحده السيرجيكال والدراج تريتمنت. فوتريسين بي من 5-10، ما فيش حاجه اسمها ابدا بدوز وعلي، ابدا بالدوز العالي على طول. في السي ان اس ادي 10 مللي جرام بالكي جي، ما تقلش عن 5.
الرينال توكسيستي بتبقى قليله جدا في الليبوسومال، لكن بتبقى فيري هاي في الامفوتريسين دي كو اوكسوليت. انا عايز بس اجيب لكم اخر حاجه اللي هو دول، كانت الحاجات دي كلها من انديا لان كان عندهم شبه حاجه يعني مرعبه. عندنا في الزقازيق عملنا العنايه بتاعت الفطر الاسود، شخصنا 67 حاله، ودول دوكيومنتد باي بايوبسي، كلهم اتعمل لهم سايلوسكوب، كلهم اتاخد منهم بايوبسي، وكلهم دايجنوزد هيستو باثولوجيكالي. ما فيش ولا مريض هنا في الليسته اللي قدام منا دي غير كوفيد سكر، كوفيد سكر، كل المرضى ما فيش ولا واحد ما كانش عنده كوفيد قبل كده، ولا واحد ما كانش دايبيتك، كلهم اشتركوا وكلهم إلدرلي. الديس ريت عندنا يعني مثلا ده كان قبل السبع حالات ما سجلوش، خروج 20 وفيات 20 وتحت العلاج 20، كان الديس ريت عندنا الى حد ما يعني كان بالمقارنه عالميا كان احسن، لان كان عندنا في ايرلي انترفينشن العنايه كانت فيها اي ان تي وسي ان اس وتشست وبطنه، فالحقيقه كان في تكامل وتناغم، وكانت بيصب فيها كل الشرقيه، وكان في اورينتيشن عالي جدا، علشان كده قدرنا نوصل لهذا الرقم من البيشنت كلهم بروفد هيستوباثولوجيكالي. بشكركم ولحسن استماعكم، ونشوفكم دايما على خير.